بس حضرتك كلمتني على وحدات صحيه ومدارس و... أيوة. وامن ده النهارده شركه الريف المصري بتنفذه. طبعا موجود على ارض الواقع يعني مش يعني موجود يعني انا شفت شخصيا لما زرت المغره لقيت الحاجات دي كلها موجوده. وبالتالي لان انا اعتقد ان التفكير ده تفكير جميل جدا بان انت لما تعمل لان دي اصبحت منطقه جذب. لان انت لو عملت الكلام ده وعملت مدارس خلاص العامل النهارده مش هيبقى عنده فيه تحدي كبير ومشاكل. احنا بنحاول نتكمل من ناحيه البعد الاقتصادي البعد الاجتماعي والبعد البيئي ده بيبقى موجود الدوله بتشارك فيه مشاركه ايجابيه تنفيذا لرؤيه 2030. طيب لو انا جيت اتكلم على متابعه الدوله. متابعه الدوله مهمه جدا في هذا التوقيت. الريف المصري بيتابع معاكم ازاي؟ لان ده هيبقى انطباع جميل جدا عن الدوله المصريه عموما. احنا يد بيد مع الريف تملي بيبقى فيه يعني تقارير مستحدثه باستمرار. لو عندي اي تحديات بيبقى هم عندهم يعني مشاركات ايجابيه جدا في اي شيء احنا بنستعمله. في نفس الوقت احنا الحمد لله يعني في ثقه متبادله وبالتالي احنا بدانا ناخد مشاريع اخرى يعني كلفنا بيها في نفس المغره. يعني انا بتكلم على المغره في عندي 2000 فدان غير ال 1500 ده بيتعمل فيه مشروع بما يسمى المزرعه النموذجيه. فبرضو على غرار ابو غالب انا هيبقى عندي في المغره مشروع اسمه المزرعة النموذجية على مستوى 2000 فدان. ده عاوزين نبقى يكون مشروع يحتذى به إن شاء الله بحيث يحتذى به في مبادرة سيادة الرئيس السيسي في 1.5 مليون فدان المبادرة الكريمة. المزرعة النموذجية دي يعني تعالى شوف الفكر الجميل العلمي وأنا بطبقه، تعالى شوف الدراسات اللي نجحت على أرض الواقع واستفيد علشان ننشر العلم في مساحات شاسعة. 1.5 مليون فدان القطاع الخاص عليه دور كبير جدا. الدولة النهاردة بتوفر له كل التيسيرات علشان ينجح.